نعم أحبتي، ننتقل إلى السؤال الثاني من محاضرتنا لهذا اليوم، واللي هو يبين أو يطرح نفسه أيضا كذلك. السؤال هو: ما هي العوامل التي يجب أن تتوفر في الموظف والتي تؤثر بالهيكل الوظيفي؟ شرحنا بالسؤال الأول عن الهيكل الوظيفي شنو هو، هسه أريد نتعرف على العوامل اللي حتأثر اللي حتتوفر في الموظف واللي تأثر على الهيكل الوظيفي، ما هي هاي العوامل؟ طبعا العوامل المهمة اللي تتحكم بعدد التنقلات أو الترقيات هي المؤهلات والمستوى المعرفي والفني. اعتيادي، مو قلنا احنا الترقية اما تكون التنقلات اما تكون افقية او يكون على شكل عمودية بسبب الترقية. كل ما يكتسب مؤهلات اكثر ومستوى معرفي اكثر راح يصعد الموظف بشكل عمودي. فالذي حصل عليه الفرد بمرور الزمن طبعا من مؤهلات ومستوى معرفي، وبذلك يعتمد هيكل الموظف على مجموعة من العوامل في بناء الموظف. إذا احنا عندنا التنقلات والترقيات تحصل للموظف نتيجة لمؤهلاته ومستواه المعرفي والفني والتي يحصل عليها خلال فترة زمنية معينة وبمرور الزمن وبتقادمه الوظيفي. طبعا يعتمد هيكل الموظف بالنتيجة على مجموعة من العوامل في بناء الموظف والتي تكون الهيكل التنظيمي، والتي تعد من العوامل المتوفرة في من العوامل المتوفرة والتي تأثر ب من العوامل المؤثرة في الموظف والتي تأثر بالهيكل الوظيفي أيضا، واللي أهمها هي ما يأتي. العامل الأول هي المؤهلات التعليمية للفرد ومستوى تعليمه، باعتبار أنه كلما زاد مستوى تعليم الفرد راح تزيد إمكانية نمو هيكله الوظيفي، حيث يدعم التعليم عملية التعليم والتدريب هيكل الموظف وتضفي له طابعه العلمي وسرعة استيعابه. كل ما أنت طورت ببرامج التعليم والتدريب كل ما لح يكون علميته أكثر، مؤهلاته العلمية أكثر، مستوى تعليمه أكثر، سرعة استيعابه أكبر. ننتقل إلى العامل الثاني اللي هو الخبرات الوظيفية. فسنوات العمل أو سنوات الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف متعددة طبعا راح تكون أساس لمنبع للخبرة إليه، وهي أكثر من سنوات العمل التي يقضيها الموظف في وظيفة روتينية واحدة. من تتعدد الوظائف خلال هاي الفترات الزمنية راح يكتسب خبرات متعددة، وبالتالي راح تفيد الموظف أكثر مما لو كان هو بوظيفة روتينية واحدة، يعني يقضي هاي الفترة مع السنين كلها بوظيفة واحدة. إنه كلما تعددت الوظائف والخبرات الوظيفية الموظف راح يزداد حجم هيكل الموظف، يعني تزداد خبراته ومهاراته. نعم، ننتقل إلى العامل الثالث حبايب اللي هو الرغبة في التطوير وتطوير الذات بالنسبة للموظف. فعن الرغبة في التطوير هنا راح يكون هناك إدخال لتقنيات وآليات جديدة بالعمل تضفي جانب جديد من الخبرة الوظيفية من خلال استخدام طبعا أساليب جديدة متطورة تطور مهارات الشخصية بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل بالمنظمة. إذا كل ما صعد الموظف نفسه ودخل يعني خبرات يعني إمكانات جديدة وتقنيات جديدة وآليات جديدة، كل ما راح تتطور خبرته الوظيفية، كل ما راح تزيد مهاراته الشخصية، وبالتالي راح تتطور بيئة العمل اللي الداخلي اللي يعمل بها الموظف. إذا رغبة بالتطوير تطوير الذات. العامل الآخر اللي هو المؤهلات الشخصية والصفات الذاتية للفرد، أي أن الفرد كل ما كان ذو شخصية تفاعلية اجتماعية منفتحة مع المجتمع لح يكتسب خبرات أكثر وتنقل إليه خبرات وتجارب الآخرين طبعا من خلال الاحتكاك بهم وممارسة العمل معهم، بعكس الأشخاص ذو الشخصية الانطوائية الذين غالبا ما تكون خبراتهم أقل من الانفتاحين وذلك لقلة اختلاطهم بالمجتمع. أحبتي، هذا الموضوع أيضا تحدثنا به بالمحاضرات اللي التقيت بها وياكم وضربت لكم مثال، قلت لكم ما تقدرون أنتم تجون للكلية وتكونون يعني الطالب من يدخل الكلية إلى أن يطلع هو وحده ما يقدر لا عنده زميل أو زميلة ولا يقدر يتحدث ويا أحد ولا يقدر يتبادل
الحديث أو الموضوعات مع الآخرين. اعتيادي رح يكون أكو ملل وكلل، وبالتالي رح تكون خبراته بالمادة أقل، لأنه قد يكون طالب يفهم بالمادة، فأنت من تخترط مع الطالب الآخر تتبادل ويا الأفكار، وبالتالي رح يعني من خلال هذه التبادلات الاجتماعية رح يكون أكو خبرات أزيد، رح يكون اختلاط أكثر، رح يكون تبادل بالآراء أكبر، وبالتالي رح ساعدك على كسب مؤهلات شخصية وصفات ذاتية أكبر بالنسبة للفرد. إذن الانفتاح الاجتماعي، فيقول الأشخاص المنفتحين والمتفاعلين اجتماعيا مع الآخرين حتكون عندهم تجارب وخبرات أكثر من الشخصيات الانطوائية التي ما تحب الاختلاط. نعم أحبتي، بالنسبة للعامل الخامس اللي هو سرعة التعلم، طبعا كل ما كان الشخص لديه الرغبة في التعلم ولديه القدرة على الاستيعاب بشكل سريع، راح يستطيع أن يجمع ويراكم لديه كمية أكبر من التراكمات المعرفية التي تثري هيكل الموظف. اعتيادي، الأشخاص يتفاوتون فيما بينهم، كل ما كان الشخص أذكى وأسرع بالتعلم وعنده رغبة بالتعلم بشكل كبير، هذا اللي حيساعده على اكتساب بسرعة كميات كبيرة من التراكمات المعرفية واللي تثري هيكله الوظيفي. العامل السادس والأخير أحبتي اللي هو القدرة على الإبداع. فكلما كان لدى الشخص القدرة الإبداعية، كلما فتح آفاقا جديدة لمخيلته وحصيلته من الخبرة، راح تزداد من خلال التجربة والاختراع، وبالتالي يقوي ويتعزز هيكل الموظف. طبعا هنا أنا راح يتدخل، يصير عنده عصف ذهني، دخل العصف الذهني بالموضوع. فإن أنا كل ما كانت عنده قدرة على الإبداع، ويعني عصر بالأفكار واختراع وسائل جديدة وإبداعات جديدة، راح يتعزز هيكل الوظيفي. طبعا بالنتيجة يا أحبتي، وفقا لما سبق راح يتحدد المسار الوظيفي اللي قلنا عليه لأي موظف وفقا لهذه العوامل بعد دراستها واختبارها لكل موظف ووظيفة. إذا عندنا 6 عوامل تأثر بالمسار الوظيفي أو بالهيكل الوظيفي، بهيكل الموظف، واللي هي على أساسها راح يتحدد يعني بعد دراسته واختباراته لكل موظف ووظيفة راح يتحدد وضعية ذلك الموظف أو وضعية هيكله الوظيفي بذلك بتلك البيئة وذلك العمل أو تلك الوظيفة اللي يعمل بها داخل المنظمة. أحبتي، محاضرتنا لهذا اليوم تنتهي، واللي تكونت عندنا من سؤالين. السؤال الأول كان يعني مفهومك للهيكل الوظيفي أو هيكل الموظف، والسؤال الثاني اللي هو العوامل اللي تؤثر بهذا الهيكل، بهيكل الوظيفي أو هيكل الموظف، وقلنا هي 6 عوامل. شكرا لكم لحسن يعني الإصغاء والانتباه. طبعا أحبتي، أي تساؤلات أو أي معلومات أنا موجود إن شاء الله على الكلاس روم، ممكن أن تطرحوا لي إياها وأني أجاوبكم، وأني الممنون. أشكر حبايب حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.